الحمد لله اولا على الانتصار. كنظن بان ماشي مهم هي 4 اهداف، المهم هي 3 نقاط. زكينا نتيجه ديال المقابله الذهاب اللي حققنا فيها فوز الحمد لله. سهل شيئا ما من الماموريه ديالنا ان شاء الله التاهل. اليوم دخلنا عازمين باش نحققوا الاهم 3 نقاط اللي تقربنا شيئا ما من التاهل. كنبغي نشكر جميع الجماهير اللي جات اليوم كشافه وساندتنا. كما قلتي كاينين لاعبين شباب كيحتاجوا للدعم ديال الجمهور، والحمد لله ولينا كنتوفر على التركيبه البشريه. مازال عده لاعبين ان شاء الله ما نتحقوش. كنتمنى ان شاء الله هذا الموسم نظهر بواحد الوجه اللي مشرف في الفريق والتاريخ ديال نادي فريق الرجاء البيضاء. الحمد لله كنظن بان المكتب المستير مشكور على الانتدابات. كنا محتاجين شيئا من بعض اللاعبين. اليوم كنظن بان لا لاعبين الشباب ما نساهمش، كان لحد الساعه كيأدي واحد الاداء اللي هو جيد بزاف. كنتمنى الوافدين الجدد حد سعيد ورفقة العالمي، ودائما الى احنا موجودين ان شاء الله باش نساعدهم. كنتمنى يقدموا لنا الاضافه ان شاء الله هذا الموسم.